يا ريس يا الله يا ريس المكتب عال يا ريس والرزق كويس يا الله يا ريس يا ريس يا الله يا ريس المكتب عال يا ريس والرزق كويس البحر حياتنا وزادنا فضله علينا وعلى اولادنا ولا ينكرش الخير يا سيادنا خير اللي ملوش اصل كويس يا الله يا ريس يا ريس ابعد بين اهالينا وبيننا وعشان اجل العيش نستنى وبيدينا وياخد منا زي الدنيا وحش وكويس يا الله يا ريس يا ريس يا الله يا ريس يا عم منصور. صباح الخير يا جابر، جيت في وقتك. خير ان شاء الله. شوف حد من رجالتك يتوكل بالسرحة وانت على البيت عدل. ابوك تعبان شوية. اخوك مرسي فين؟ مركبه جاية ورانا. الدف خلعت منه وتعطل على ما يصلحها. عاود قول للحاج حميد ونزل الطبالي وشوف شغلكم على مرجع. روح المرسي خليه يحصلنا على البيت. عارفين تلاقوه فين؟ عارفين يا معلمي. ما نحبوش تروح حتت زي دي يا معلمي. ابعت له بلاميطة صح. برميطة لو راح يقعد معاه. روحوا له انتم. يلا يا سيدي. مين؟ احنا. ده الواحد والنص. وايه اللي جابهم هنا دلوقتي؟ لازم حصل حاجة. افتح لهم اهلا الدورة. امال فين بقيتك؟ موجود. ما تشوفهم عايزين ايه؟ عاوزني في ايه سجابر؟ سجابر مش عايزك، اللي عايزك عزرائيل. بقى دي ملافظ يا زافر دي؟ زفرت التوب ولا زفرت البدل يا قدوره؟ قصدي انا انت وهو. ابوك سايب البيت ورايح مع عزرائيل، ان حبيت تروح تشوفه قبل ما يروح قوم روح. والله وزقزقت لك الدنيا يا مرسي، وبكره يا عم هتورث. ومقوطي هيبقى الورقة ممدنة. سلامتك يابا. جابر مرسي ما جاش ليه؟ مركبه كانت متأخرة حبتين، زمنه جاي. ربنا يصلح حاله وينور بصيرته. أنا في قلبي حسرة من أفعاله. مرسي مش وحش يابا، بس الشباب له طيشه. وأنت مش شباب يا جابر، لكن عقلك يوزن بلد. أنا طلعت يتيم وحسيت بمسؤولية صغري.
ما تقولش الكلمة دي يا جابر، انت في معزة ابني واغلى شوية. يا ما بصيت لك وبصيت له وتمنيت لو تكون انت ابني اللي من صلبي مش ابني بالرباية. ربنا يمد عمرك وتشوف مستيسر خاطرك ويرضي قلبك. زي ما بتداري عليه معايا عايزك تداري عليه قدام الناس. محدش غيرك هيصلح حاله ويرعيه يا جابر. لو كان لي يا اخي شقيق ما كانش يبقى عزل عليا من مرسي. تعالى مرسي. سلامتك يابا. ده للمعلم منصور. سلامتك يا ريس خالد. شبعنا منها يا منصور. ايدك في ايد اخوك يا مرسي، وانا ايدي معاكم، والريس منصور شاهد. العهد عهد الله، الدنيا تجمعكم والموت وحده يفرق ما بينكم. العمل واحد والباطل كلمة واحد. مالي ومحتالي لكم سوا النص بالنص. سامع يا مرسي؟ انقبل مرسي يعني مقبلش. كفاية ربيتك وحنيتك علي. مرسي صاحب الكل وكفاية عيشاني من خيره. خلوني اسيب الدنيا وانا راضي عليكم. محدش يعارض وصية ميت. ايدي في ايديكم وعهده عهد الله. لعهدك عهد الله. شدوا حيلكم معالي، ان كنت انتو خسرت ابوك وانا كمان خسرت اخويا وصديقي. ايه ادينتوا عملتوا الواجب عليكم وخلاص، ودلوقتي لازم تلتفتوا لمصالحكم وتكملوا اللي بداه المرحوم. لازم تثبتوا للكل انه ساب رجاله تملى مطرحه، وان كان على الراي والمشوره. مش شاور احنا الثلاثه يا اولادي. احنا ملناش بركة الا انت يا عم منصور. ربنا يديم المعروف. اللهم امين يا ابني. انا مش عايز اتجل عليكم بالكلام ولا افكركم بوصية المرحوم، ولا ايه يا مرسي؟ ان شاء الله يا ريس. بس ادعولي انسطر قدامكم. ده لما جابر كان بيطلع بالسرحة لوحده كان بيرجع بسمك اكتر من اللي في مراكبي باربع شويات. ايش حالة ما تسرحوا انتوا الاتنين سوا؟ ده انا وقعتي منكم زي بعضها. لكن معليش انا راضي. هيه يلا بينا. يلا يلا. على فين؟ انا اروح لحالي وانتوا على مراكبكم ورجالتكم. انتوا من بكره هتطلعوا الصيد تاني. اللي تشوفه يا عم منصور. هيه يلا يلا يا ابني. ودول الثلاث مراكب اللي اشتريناهم عم نول علشان الشرك. عمال تلففني كده لما نشفت ريق. ما هاني بالصراحه صيد مانيش صايد. الزفارة دي زهقت منها وروحي طلعت. انت غاوي صيادة وحلال عليك البحر. المرحوم كان عايزك تكون الكل في الكل. نقسم البلد نصين زي وصية المرحوم. الادارة ليا والصيادة ليك. انت تطلع بالرجالة والمراكب تصطادوا وترجعوا بالسرحة بيعها وتقبض تمنها. كويس؟ كويس. وبعد ما تقبض انت تورد لي اراضي السرحة. قلت ايه؟ زي ما تشوف. قول لي بقى
هي فين؟ هي ايه؟ الفلوس. الخارجة كلفت 68 جنيه. يا دي الداهية؟ 68 جنيه عشان الفوقها والبن والصوان. ما كانش ليه نعمل اقل من كده. ليه؟ هو كان هيصحى تاني. احنا قدامنا مصاريف ياما والحي يبقى من الميت. الغرض فاضل معاك 170 جنيه. دول يخصني منهم 150 جنيه وانت هنيالك بالعشرين. الاسمة دي ظلومة يا مرسي. العشرين دول انا برميهم بكيفي. فهمتني غلط. انا قصدي المال كله مالك. معلش عشان ما نزعلش المرحوم. انا مش عاوز حاجة لنفسي. عاوزين نصرف للصيادين ونشتري لوازمنا. اصرف من العشرين جاني. كيفك يا مرسي. بس لازم تعرف ان علينا اساطش صاحب البالانس. ده راجل وشه مكشوف وصدغ. يعمل لنا هلولة ويفرج علينا ابو قير. ولا يهمك. ده معاده النهارده. طب ما تروح له. واقول له ايه؟ كلمتين كويسين منك يصبروه. اشمعنى يعني جرابك ما يفرغش من الكلام الفارغ معاي. ونصبره ليه ما دام الفلوس موجوده؟ هو في حاجه هتفضل؟ ده انا غرقان في الديون لشوشتي. ناولني ناول. خد يا مرسي. عشت يا جابر. السلام عليكم. رايح فين؟ من يوم ما مات المرحوم ما شفتش فاطمه. خدني معاك. ليه بقى؟ ما هي سكتنا واحده. انت ناسي ان لازم اروح لصاحب البالانس. بينا. شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي. شبك شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي. بالعين رمالي شبك بدري انا بروحي. شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي. شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي. شبك العين رمالي الشبك ما دريت انا بروحي. شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي. اخاف عليه بالهوى خوفي على عينيا. والدنيا واحنا سوا ترقص حواليا. ترقص حواليا بيني وبينه شبك ورمش عينه. شبك بيني وبينه شبك ورمش عينه. شبك وكل جرح دوا ابقى حبيب روحي. بالعين رمالي الشبك ما دريت انا بروحي. شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي. شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي. بالعين رمالي الشبك ما دريت انا بروحي. شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي. كل الامل فيها أخطر على باله. على باله وقبل ما يقول آه أنا اللي أقولها له. أقولها له ما حد قبله شبك ولا حد بعده شبك. ما حد قبله شبك ولا حد بعده شبك. وإن كنت يوم أنسى أبقى نسيت روحي. بالعين رمالي الشبك ما دريت أنا بروحي. شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي. شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي. بالعين رمالي الشبك ما دريت أنا بروحي. شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي. إن كان بعيد أو هنا القلب يندهله. القلب يندهله من صغر سني شبك خد عقلي مني شبك. ما
من صغر سني شبك خد عقلي مني شبك واليوم عليا السنة وصعبت على روحي بالعين رمال الشبك ما دريت انا بروحي شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي شبك عين رمال الشبك ما دريت انا بروحي شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي روح انت بقى لصاحب البالانس شافتني معاك ما يصحش امشي من غير ما اسلم عليها هو يصح لكن زي بعضه تعال البقية في حياتك يا مرسي البركة فيك تاني حسك في الدنيا ما تأخذنيش مملكتش اشوفك لوحدك وعزيك انا عارف اللي في قلبك يا فاطمة من غير ما تقولي سي جابر لا مؤاخذة ما خدتش بالي البقية في حياتك حياتك الباقية وحشتيني قوي يا فاطمة عن اذنكم يا حسني اخفى عليك تخضيتي قوي طبعا انت خدتني اخوان ليه فاهم انك حزين يا ست الحزن في القلب مش في الشفايف عيب يا مرسي ده المرحوم لسه ما تمش الاربعين تكونيش حزنان على ابويا اكتر مني شايفه جابر حزنان اكتر منك ما هاني اللي موصيه يحزن لي ويحصل لروحه بتخوفني منك ما تخافيش خديها مني كلمه شرف لو جرالك اي حاجه اموت روحي علشانك اللي ماله خير في اهله ماله خير في الناس ما هو انت مش ناسي انت روحي وعقلي بالذمة انا مش صعبان عليكي مش واخده بالك اني اتيتمت حن على اليتيم عاطف على المقطوع احسني على الوحدان والفرد اجري وعافيه اهو ده العزا اللي انا محتاج له ده اللي ينسيني كل همومي اخفى عليك اخفى عليا بس عيش لو حد شافنا يقول علينا ايه بكره هتبقى رسمي وخلي اللي يقول يقول مش كده يا مرسي والنبي هخصم خصمين الكام يوم اللي هغيبهم عن ابو قير انت مسافر غصب عني ورايا اشغال لازم اسد بدال المرحوم المرحوم ما كانش بيسيب ابو قير اكتر من يوم واحد عشان كان راجل كبير انما انا شباب السفر ده عاوز تأني وروقان بال مش قادرة اصدقك من عند اني ما تصدقنيش دي اعذار فارغة حولها للناس انما بيني وبينك عاوز اشوف لي شوفة تانية مش فاهم لما ارجع هشرح لك الموضوع من طقطق لسلام عليكم وحبيبش بعد ما تودعيني يا عيني خط يس نزل عبد الواحد هو يا سي مرسي راح فين في داهيه بقاله زمان يعني ما بانش الله لا يرجع الغالي ولا كياله اللي معالي انه فايتنا وماشي شم مريحة صفارة الحنش وصل يا قريس يترد عليه وانت لغة زي هترد عليها الرئيس جابر فين سلام عليكم يا رئيس جابر سلام سيدي مرسي رجع هو اللي بعتني عشان ايه خير والله انتم حواليكوا خير عايزين كام جني هما مين دول اللي عايزين سي مرسي ما انت جيتني مرتين قبل كده واخدت سي مرسي طلبه وما جيت لك ثلاث مرات بعد كده ما خدتش ولا جني واحد انت هتحاسبني ولا روح قول له القرشين اللي عندنا عايزينهم للشغل بيزيني يا ريس بيزيني ما اقدرش اقول له هو فين وانا اروح اقول له ما اعرفش لو اديتك فلوس هتضمهم له فين ما اقدرش اقول اتكلم على مرسي فين وانا ذنبي ايه بس يا ريس ذنبي ايه ما هو منبه عليا ما اقولش منبه عليك ولا انت والعطليه اللي حواليه خايفين قبله وبصروا بحاله للنعمه اللي انتوا فيها تزول نعمه ايه ما هو كله من فلوسه انت خسران حاجه انت من امتى ولا بترفع عينك فيها وترد عليا الكلام اما تهلم صحيح ما تهلم غير لينا بحاجه الناس معلش يا ريس هو اللي ياخد حاجه اخوه اسمه نهاب هاء الدوره يلا مش ترى من هنا الفرقة بكرة هتبقى علينا ببلاش ليه كفل الشر صاحب البالانس عايز فلوسه بكرة مين قال ان معاد الدفع بكرة ها هو من اما يشوفني يسقعني كلمتين في جنابي ويفوتني ويمشي يفكر في كلمتين تانيين ما تخطيش باب البيت من غير حتة قط تو ما تشوف تدسهم في ودانك معذور يا رجالة شبعناه مواعيد ولا بندفعوش لكن الحمد لله ربنا سترها فلوس موجودة بكرة ندفعوله الحمد لله السلام عليكم أعوذ بالله أهلا مرسي الحمد لله على السلامة تسلم
اتفضل. معلش اصل مستعجل، كلمه ونص وماشي. في فلوس؟ والله يا اخويا مفيش لزوم، انا قلت لك كلمه ونص، هنرجع لك الصبح عشان ابيع المراكب. جرايه يا مرسي، هو كلام مش اخد وعطى؟ والفلوس اخد وعطى، خدت فلوس من الناس اديني. منين بس؟ خلاص ابني بقى اتصرف عشان اجيب فلوس. تهون عليك مراكب ابوك تبيعها؟ ده انا مش ابيع مراكب ابويا، ده انا نبيع. بس ما تكملش، الفلوس موجوده. ما انا عارف انها موجوده. كنت هندفعوها الصبح لصاحب البالانس. صاحب البالانس قاعد، لكن انا ماشي. ايه مش حبايت معانا ولا ايه؟ قلت لك مستعجل. طيب حاضر. اطفحوا ايه؟ لسه برضه سايقين الهبالة على الشيطانة. اخويا هو عوق كده ليه؟ زمانه جاي، حضرة وقدامك. جرايه يا علي، فلوس اهي يا مرسي. مش بطلين. وعليكم السلام ورحمة الله. ضح ضح حتة لحمة. اهدى. ما عامل ايه؟ موضوعك مش في النص. هتحط لما تاكل المكرونة اللي قدامك. الا مرسي اراضي فين يا جدعان؟ عايزه في ايه يا ريس حميدو؟ عشان ما نوصل للمخفي جدورة. تسأل على الدورة ليه يا حاج حميدو؟ انت مالك وماله؟ اصله داير مع مرسي وسايب مراته حامل في 17 وما سابلهاش ولا بريزه حتى. طب خد اديها دول وبقى اسال بلاميطه يمكن يعرف عنوانه. الله يوسع رزقك يا رب. وليه؟ وليه؟ قاعد. الباراشوت وصل. يا نهار اسود. تعفر؟ اشبع بيه. صباح الخير يا معلم. خلي الخير لاصحابه. وده كلام برضه؟ امال الكلام يبقى ازاي؟ بألف؟ مواعيد على الفاضي؟ يا عالم اختشوا علمتونا قلة الخشية. حلمك شوية يا معلم. ما هو لو ما بتشتغلوش، لو ما بتكسبوش، لو فلوسكم ما تترماش ملويمين في خمرات اللبان، ما كانش الواحد اتلفظ بربع كلمة. انما تشفطوا فلوس الناس وسي مرسي يعمل لأبو أحمد. أيوه يا جدعان. مالكش دعوة بمرسي، ما تجيبش سيرته على لسانك. يا سلام، تحبش كمان اتمضمض قبل ما انطق باسمه الطاهر الشريف؟ يا اخي حقك هتاخده على داير المليم. قبضني وانا اخرص، قبضني وانا اجيب بخور واتبخر قبل ما خط يمتكم. كلها يومين وتقبض، وان وعدتك بعد كده تبقى تعرف خلاص. الدين اللي معاك دلوقتي نزلوهم ضهركم بيالي. انا شامم ريحه شياط. احنا فيه ولا فيه؟ في الفلوس ولا في الشياط؟ لا في الشياط. جابك ولا يا معلم؟ ها يا سيدي جابر، ده انا اللي شايط. شويه ميه يا جدعان. معلش يا معلم معلش، ما تزعلش، حقك عليا. وديني ان ما دفعتلي بكره لخلي المحضر يكلمك بدالي. اهلا جابر. اهلا بيك يا عم منصور، بقالك زمان ما زرتناش. اتفضل يا ابني اتفضل. خير يا ابني؟ والله ماني عارف اقول لك ايه يا عم منصور. ياه متهيب من الكلام معايا ولا ايه؟ ما انتش عارف غلاوتك عندي. عايز اقصدك في شيء وخايف لا تكسفني. اللي تملكه يميني تحت امرك يا جابر. لازمني سلفيه صغيره. لمين؟ ليا. لمصلحه عمل. قول لمرسي وخليك صريح، ده اللي بيبلغني عنه يا جابر، بيحش في جنابي ومش قادر اخبيه عنك. الناس ظلمه، انت اضرب كلام الناس. طيش مرسي قبل موت ابوه يخليهم يلطشوا بالكلام بالباطل. هم ماضي كده. بدي اصدقك لكن عقلي مش راضي. يا اخي ربنا يعمل اللي فيه الخير. فاطمه يا فاطمه. نعم يا رب. ناوليني المحفظه من عندك يا بنتي. حاضر. يلزمك كام؟ 50 جنيه بس. المحفظه هي. ازيك يا سجاد؟ نحمدوه. اتفضل يا ابني. كتر خيرك يا عم منصور، طول عمرك ما غرقني بجمايلك. ما تقولش الكلام ده، انت زي ابني. ربنا ما يحرمنيش منك. عن اذنكم. ما بدري. بدري من عمرك، زمان الرجاله طالعين للسرحة. مع السلامه يا ابني. الله يسلمك.
ربيت فيه بتربية، مش زي الله والخافي دوكها اللي ما فاتش 40 يوم على موت ابوه وداير يتصرمح في اسكندرية. يمكن وراه شغل. ايوه غطراشي عليه يا بنت غطراشي. والله لولا الملامة ومعزة المرحوم لكنت افك سجني من الكلمة اللي اديتها له. يا ريت جابر كان من نصيبك يا فاطمة. شايفة قلبك اتغير على مرسي يا ما يغير قلوب الناس الا افعال الناس. بص عليه. ايه الله ايه ده بتعمل ايه؟ ها بتمن الشروي. فلوسك جاهزة؟ ديني صباح في عبي وحدفع له كل يزيد. بعزول ده. اهلا وسهلا. بعد الحر دين يا معلم. فلوسك جاهزة ايه؟ فلوسي ليه؟ انت ما قابلتش مرسي؟ مرسي؟ هو رجع؟ ومستعجل حبتين. ومستعجل على ايه؟ غرضه يبيع كل المراكب. يبيع لك انت؟ مش عاجبه كار الصيادة. هو حر. انا عاجبني وحشتري. وشفته فين؟ عندكم فين؟ السلام عليكم. ايه الجنان بتاعك ده؟ ما تتأدب يا ابني، انا بشتغل عندك. سلامات. عاوز تبيع مراكبك ليه؟ مش ضروري تعرف. دي اكبر عيبة في حقك. قول انك خايف لا تصوع بعد ما بيعهم والمركز اللي انت متمتع بيه يطير مع الريح. اختشي واحفظ لسانك يا مرسي. هتبيع ولا مش هتبيع يا سي مرسي؟ الكلمة اللي اقولها مرجعش فيها تاني. ادي الكمبيالات نتخلصوا عليها وندفعوا لك الفرق. وانا بعتلك ليك تبيع النص بس يا مرسي، النص التاني ملك اخوك. ابويا الله يرحمه ما خلفش غيري. دي وصية المرحوم؟ وصية بقاي اثبتوها. حي الله اصلك. عاوز تبيع بكام؟ بتسأل ولا هتشتري؟ جابر اللي هيشتري. منين يا حسرة؟ مش شغلك انت ليك تقبض فلوس وبس. لا يهمني. خلاص انت عايز كل الناس تبقى زيك. مراكب الرئيس خالد ما تتباعش للغريب وانا موجود. لكن انا صاحب دين ليا فيها فلوس. اشتري منه وانا مكسبك. اللي يدفع اكتر يشيل. والله استرجلت يا مرسي. اصل مرسي مش عايزنا نكون مديونين لحد يا عم منصور. مش خزيان من نفسك تقول الكلام ده بعد ما باعك وباع الدنيا كلها؟ انهولنا البيعة وبعدين ابقوا تفسحوا بالكلام على كيفكم. هات الرئيس فرغالي وحصلني على القهوة على ما اجيب الفلوس. كلام حلو. ومن هنا ورايح الشارع والقهوة هي الحتة اللي نتقابلوا فيها واللي نتكلموا فيها. قصدك ايه؟ قصدي ان بنتي كانت مخطوبة لمرسي الصياد ابن الرئيس خالد الصياد. كل واحد يشوف اكل عيشه بمزاجه. ادي دقني لو اشتغلت ولا دورت على اكل عيش. هو بعد ما بعت تركة ابوك اللي جناها بشغل عمره وتعب السنين عاوز تدور على اكل عيش ولا عاوز تخليني اسلمك بنتي علشان تبيعها يا اخرى؟ حد الله ما بيننا وما بينك يا مرسي. جيت يا حبيبتي؟ هو انت خليت لك حبيب؟ حد يرد على الجواب من قبل ما يقراه؟ محدش. وليه تلوميني قبل ما تعرف اللي في ضميري؟ اللي سمعته من ابويا كفاني. والله يا فاطمه لا انت صغيره ولا عبيطه، واذا كان اللي هتسمعيه مني ما يرضكيش الفلوس جاهزه والمراكب موجوده واللي كان يكون من اول وجديد. نفسي اصدقك. انا هفهمك كل حاجه دلوقتي. انت مش قلت للرئيس انك خارجه تصطادي سمان مع البنات؟ ايوه. خلاص فين بقى لحد ما تدوري على السمان وتلاقيه؟ ولا الدورة؟ نعم يا معلم. روح شوف السمان عاوز منك ايه يا ولد. واجب يا معلم. تعالى يا ولد. اقعد معاك. اني قعدت اهو اتكلم بقى. ولازم اتكلم يا فاطمة. احنا في خلوتنا دي لو سكتنا ما نطقناش يبقى سكوتنا برك من الكلام. تحب البحر يا فاطمة؟ كفاية انه بيبرز انا عشان احب. البحر ده حبيب وعدو وافي وغدار، ولو كان غدره بمعاد ما كنتش اخاف منه. بتكره البحر؟ بكره الوحش اللي يسهيني
ويمد ايده ياخدني ويسيب عروستي الصغيرة الحلوة واقفة تستنى على الشط، قلبها بتعصر على اللي راح ولا رجعش. بكره اي شيء يبعدنا عنك يا فاطمة. ياما ليالي شافتها حريم الصيادين، وياما بيوت انفقدت رجالتها في نصاص الليالي. الأعمار بيد الله يا مرسى. صحيح، بس العيشة اللي كلها خوف وانتظار بلاش منها. العيشة اللي تخليني ليلة معاكي واربعة بعيد عنك. يعني انا السبب؟ انت حياتي وروحي، انت الوردة اللي عايزالها زهرية بالنور تتحط جوه اوضة صالون مذهب في بيت نزاركة كل اللي فيه حلوزة. ياه، ده انا اتأخرت خالص ولازم اروح. لسه بدري، انا مسافر في الفجرية ولازم ابرد نار الشوق اللي هحس بيها. اوعى تغيب في مصر يا مرسي. اغيب ازاي؟ هو انت ناسي اننا لازم نتجوز؟ حبايبي واهلي وانا والنبي نفسي بموال. من
خير؟ ترى ايه؟ الحاج محسن تاجر الصيني كان عندنا النهارده وكلم ابويا علشان خاطر ابنه. وابوك قال ايه؟ قال له الرد كمان يومين بعد صلاه الجمعه. وشايفه ايه من الريس؟ ميال، لكن انا مش ممكن اتجوز غير مرسي، مستحيل مستحيل. انا عارف انك بتحبيه وهو كمان بيحبك. هو ما بيحبنيش. ما بيحبكيش؟ اللي يحب فراقه ما يطولش بالشكل ده. ما احنا عارفين ظروفه ايه يا فاطمه. لكن هو عارف ظروف. مش عرفه ان حد هيخطبك؟ من غير ما حد ما يخطب كان لازم يجي بعد ما وعد، كان لازم يجي. بعد ايه؟ اتكلمي، عايزه تقولي ايه؟ عايزه اموت، عايزه اتوى وتاوي عاري معاك. عارك؟ انتي مرات اخوك من غير جواز. انتي تعملي كده؟ ما تعذبنيش بكلامك ولومك، خليك انت القلب اللي يعطف ويرحم. هروح لي من غيرك يساعدني ويفك ذنبي. استرني، الهي استر عارتك. صوني سرك واكتميه لحد ما اجيب مرسي يكتب كتابك. ابوس ايدك. روحي يا فاطمه، اعملي معروف، روحي. مرسي، في جماعة عايزينك. أهلا بالأخ. أخوك؟ بيقولوا كده. حل عنا شوية. وعرفت طريقي منين؟ غصب عني يا معلمي، ده كان حماوتني من الضرب. سيبنا لوحدنا يا قدورة. ازيك يا مرسي؟ زي ما انت شايف. ما وحشتكش بلدك ولا اهلك ولا زفرتها وحات عيونك؟ انا جاي اخدك يا مرسي. حلوه دي، ضحكتني. ضروري ترجع ابوير. ولا الذريه ترجعني تاني. واللي في انتظارك هناك واملها انك تصدر عرضها هتعمل ايه ما رجعتش؟ خصوصا ان رشاد ابن الحاج محسن راح يخطبها. تعرف خلاصها؟ أنا لا غفلتها ولا غصبتها، كل شيء كان بكيفها واختيارها. ده شرف بنت وشرف أبوها وسمعة أبوك. خليك في نفسك أنت ومعايا يا مرسي. ما تتعبش روحك، روح لحالك. ما أنا مش هقوم من هنا لو أنت معايا. هتقومني غصب عني؟ أيوة يا مرسي. ما تتغرش بروحك. هتشوف. أحب أشوف. وانا من زمان عايز اعرف دراع مين فينا اللي ياكل التاني. ما هي جاتك الفرصه، مع زيت ليك هتخليك تعرف مين فينا الاول، انت ولا انا. الريس ماله هلا؟ معرفش. يعني فهمت؟ فهمت؟ ايوه. طب فهمني. مش هتفهم. ليه؟ اصل انا نفسي مش فاهم. الله الله. جمعا ان شاء الله. والله ابن حلال، جيت في وقتك. خير، خش انت يا فضل. اخبارك انت ايه؟ انا في الحقيقه عندي كلام كتير طول الليل وانا بفكر،
صرحك بيه ازاي؟ ده يظهر الحكايه مش سهله، يا ترى بخصوص ايه؟ بخصوص فاطمه. فاطمه؟ ايه خير؟ حصل ايه؟ انا في الحقيقه خجلان، لان الكلام اللي هقوله لك ما يشرفكش ابدا، انما لازم اقول لك وانت حر في بنتك. اتكلم يا جابر. اني جاي وحاج جاسر وارفع عينيا لفوق واطمع في فاطمه. عشانك يا جابر، انا مراتك قدام الناس. صباح الخير.
صباح الخير. دي نومة تنامها وتتغطى بالسجادة. طب كنت خدت بطانية؟ أنا مستريح كده. سايق عليك النبي، ما تخلينيش أحس إن عشت معاك هتكون ظلومة لك. مفيش ظلومة ولا حاجة، أنا بنام على الشبك على ظهر البالانس. من هنا ورايح أنا اللي هنام هنا وأنت تنام في سريرك. هوديني على عقلي أرتاح وترتاحي. أنا طلعت لك هدوم الشغل وجهزت لك الفطار. ما كانش في لزوم تتعبي نفسك، أنا متعودة عن كل حاجة بيه. وأنا مهما خدمتك هقدر أرد معروفك. معروف إيه؟ سترت عرضي ورضيت أعيش باسمك وفي بيتك. هو اللي عملته عشان يتنسي يا جابر. اللي عملته سديت بيه دين أبوك اللي في رقبتي، وفيت بيه عهد الراجل اللي رباني، لكن مش علشان حاجة تانية. عارفة اني مش علشان، وعارفة اني مستهلش عطفك وحنك. مضيهم فيه؟ فقط ما هنا كويس. انت ناسي اللي احنا متجوزين قدام الناس. عوافي يا فاطمة. العوافي يا ايه، هتغدوني ايه النهاردة؟ هتتغدى معانا؟ ايه انت زعلت يا بنت؟ لا ابدا، ده يوم المنى لما اروح انادي الجابر. ما تتعبيش روحك، انا قلت له حتى حلف عليا ما اجيب فاكهه. ما تحرمش منك يابا، هيبقى الاكل حلو قوي واحنا ملمومين. ايه فرحانه علشان هتغدى انا معاك ولا علشان جابر هيتغدى معانا؟ ايه بيكون الاثنين. اتفضل يابا، عن اذنك اما اشوف الاكل على النار. سيبيه يتحرق، اقعدي. ايه حكايتك ويا جابر؟ حكاية ايه؟ عمري ما شفت عرسان كده. جابر اشتكالك مني؟ مش ضروري يشتكي، العين البصيرة تشوف. قلت له خد لك اجازة من نهار الصباحية اشتغل، غدا في بيته ما يتغداش، بدل ما يروح يستريح في بيته بعد الشغل يدور سواح في البلد لوش الفجر. لازم في سبب. ايوه، والسبب منك انتي مش من جابر. ايوه منك انتي. مش بعيد تكون حكاية مرسي لسه متعلقة في دماغك، فلتت منك كلمة اشارة شالها في نفسه وتغم وكتم. مرسي؟ مرسي ايش يكون في جابر؟ دي الست اللي تعاشر جابر وتعرفه، ما يعجبهاش اي راجل في الدنيا. مال ايه بس؟ ربنا يقدرنا سعيد وهني. شوفي مين يا فاطمة. خالتي فاطمة. أمي بعتلك دي. سلمني عليه. إيه ده؟ بسمية كبيبة شام. سمية كبيبة عندها لك أم الولد ده؟ لا، جابتها لي من اسكندرية، أنا موصيها علشان تشتريها لي. يا مرسي يا ابو العباس، مش هيله الوليه صينيه كبيبه من اسكندريه لحد هنا؟ وش فكرك بالكبيبه دلوقتي؟ فاكراها لما نزلنا اسكندريه واكلتها لي، واشتريت لي اكتاب بصدف وصورتني صوره حلوه. اللي بحق فين الصوره دي؟ ما ضاعت من ايامها مش لاقياها. وفضلتي شايله طعم الكبيبه على طرف لسانك لحد ما افتكرتيها دلوقتي؟ اصل نفسي هفتني عليها. ايه اللي هفتك ولسه يا ما تهفك؟ الهي يهفك بولد يا جابر. دي البشاره يا فاطمه، دي البشاره يا بنتي. مبروك، الف مبروك. يا سلام عليا وعلى زنخه عقلي، وقال كنت بفتكر نفسي حينك وبقول دول زعلانين، طلعت انا مفش. السلام عليكم. عليكم السلام. تعال جابر تعال يا اخويا، قرب من جدك في البلد، من جدك النهارده. خير يا ريس؟ فيه
بعدين اقول لك كل انت قبلي. لو طلع لك السنه 500 طن سردين تعمل ايه؟ اعمل ليه للاهل الله. طيب ولو طلع لك في الشبك محار فيه لولي بمليون جنيه تعمل ايه؟ اوكل الجعان واكسي العريان وابني جامع وزاويتين. طيب وان قلت لك ان فاطمه حامل وهتبقى اب تعمل ايه؟ أشكر فضله. احمده وسبح بحمده لحد ما اخطف رجلي للسوق واشع الخبر في البلد كله. مش هتستنى لما تتغدى معانا؟ غدا مين ده؟ انا شبعت من الفرحة. هو في فرحة بعد كده بقى؟ والله ما جددني يا مبسوط. ليه خبيتي عليا؟ ما كنتش عارفة. ايه اللي عرفه؟ هو اللي فيه باللي سكر وحضر الشربات. زمان البلد كلها جاية تهني. كابر انت عارفة ده معناه ايه؟ معناه ان جوازنا باطل. وامتى كان جوازنا مش باطل؟ ايه اللي جد علينا؟ ايه اللي مفعلك في كده؟ ما كانش في حسابي تجيبي خلفة من غيري وتتحسب علي ابن قدام الناس. ما تحسبش نفسك، هل ايدك مني وارتاح. ما اقدرش، مش حر نفسي، انا عبد ذليل، اسير اللقمه اللي اكلتها في البيت اللي اتربيت فيه. عهد موت، حق عيش. ابوس رجلك، ما تعذبش نفسك على شيء. انا اللي غلطت وانا اللي لازم اكفر واستحمل. اتجوز عليا وسيبني اعيش في بيتك خدام. اتجوز؟ ذنبك ايه تربي ابني مش من دمك ومن لحمك؟ الريس خالد رباني، وانا مش من دمه ومن لحم. طب ما تسيبنيش لوحدي، حتى لو رجع مرسي مش عايزاه. انا عندي احرم ابني من ابوه وعيش في بيتك خدامة. طيب خشي اغسلي وشك واستعد للضيوف، لازم نرسم وشوشنا على كيف اللي هيجي يقولوا لنا مبروك. فاطمة انتي مالكيش دلوقتي شغل زي الاول. سريرك وما تبقيش تندهي عليا لما تحسي بتعب حقيقي مش لما تحلمي. ولد بنت، ولد بنت، ولد بنت، ولد ولد بنت، ولد بنت، ولد بنت، ولد بنت، ولد بنت، ولد بنت. ايه؟ لقيتها ولد ولا بنت؟ دلوقتي بنت. الله يغفر الله ولا فالك. بتدور تاني يمكن تلاقي ولد. ولد بنت. الله. الحجم.
طيب حاضر استنوا شوية عايزين نشوف المولود. حاضر 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 يتربى في عزكم ولد. الحمد لله على سلامتك يا فاطمة. الله يسلمك. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. امبوحك وحضروني. حاسب حاسب ما تفرجش زيي الواد لو شافك انسرع. جابر فين؟ اهو ابنك يا جابر. ابن 17 لكن عيني بارده عليه. صلاه النبي احسن زي ابن 9 واكتر. وفيها ايه؟ نص اتولد ابن 15 يوم ليه ابن حرام؟ مش قصده يا نص بيهزر. مش احسن منه ده عشان مطلوبه 3 سنين وانت تربع الاول وباقي على 20 شهر ليه؟ راديو ده انت محطه اذاعه بحال شبه ابوك تمام. الخالق الناطق سي جابر. اروح اعمل شربات بالازازه. ايوه اعمل لي شاي ما تحطليش عليهم ميه. هو عشانك يا اخي لا عشان الناس اللي جايين يباركوا كده. مبروك يا سي جابر اعمل لي كوبايه. يلا بقى قدام انت وهو. يلا خليك انت هنا ويا مراتك وابنك يا جابر. ربنا يديم عليكم السعد يا ابني. اما روح اعمل لك بقى شويه حلبه. على فكر انا هسميه منصور وان شاء الله منصور. انا حملتك فوق بقى سامح. يا ريتني مت قبل ما ولدت. ما تقوليش كده يا فاطمه. الحمد لله على سلامتك. بتقولها من ورا قلبك. ربنا عالم باللي في قلبي. منصور ما تقبل العاب صغيرة. اروح العب معاه يما. لا يا حبيبي ابن قدورة شقي واخلاقه وحش. خليك معايا هنا. اي امشي يا ولد من هنا. شفت ازاي ان ولد قليل الادب؟ يلا بينا خلينا هنا نستنى ابويا. مش قادر اقعد يا منصور كتفي بيوجعني البرد نغز علي. روحي انت واسيبك هنا لوحدك. ما تخافيش عليا يما مش هنزل يمة البحر. معلش المرة دي تعال استناه في البيت. عايزك تساعدني. اساعدك في ايه؟ تساعدني في توضيب الاكل في تحضير الشاي. مش شغلة رجالة دي. ده بس النهاردة اكمني تعبانة مش قادرة احرك كتفي. النهاردة بس معلش عشان انا هقول لابويا ياخدني كل سرحة معاه. لازم تبقي تستنيني كل مرة زي ما كنت بتستنيه. حاضر يا حبيبي يلا بينا. عند الله على السلامة يا راس جابر. شوف له سمكتين طيبين روحهم لامه. خسارة فيه. ده طول النهار يعاكسنا حدفنا بالطول. دي له عبد الواحد عايز صغير مش فاهمه. خد السم الهاري. مالك؟ بس تلقى الشكر على عطيتك. اما الواد ابن جدوره ده شايب شكل. طالع لابوه. الكابتن وصل. متوحشلك يابا. انت ليه بعيد عني؟ دوني عصره غرقت. ما اطلع غير وانسى. اجي معاك يمكن تعوز حاجه. لا كتر خيرك. انا هطلع مع ابويا انام له الهدوم. طيب يا حبيبي. ايوه. هو البحر قلب عليك ولا ايه؟ ياه ده لولا عبد الواحد ده السن في عبه كان النور من البحر. حدش وزن البالانس غيري. عبد الواحد فايتك مساله. سيبني اخر ما ينزح زوري. انت ما بتعديش المنشي ليه؟ بيقولوا ميته ساعة قوي. وايه يعني؟ بيقولوا كل اللي بيعدوه بيديروا شحن. وهنجيب الشحن منين؟ ايه انت بتجيب شحن؟ بسم الله. بس ما كنتش تعزم. امال فين منصور؟ راسه ألف سيف لا يعصر للهدوم. الحقيقة يغرق في ميتها. لا خليني معاكم لغاية ما تاكلوا يمكن تعوزوا حاجة. ايه مالك؟ مفيش حاجة كتفي بيوجعني شوية برد. طيب اطلع انت استريح.
اصحاب السويت ما يحسن باين عليه زوران. انا حفلت الظلم. انت بتلعب في حاجة ابوك ليه؟ بنشف له الشدير المبلول. طب هات، وايه الورقة دي؟ دي صورتي كنت قدي، لقيتها في المحفظة. صورتي؟ فاطمة! اوعى تقول لابوك انك فتحتها لقيتها منك. ما شفتيش المحفظة؟ اهي موجودة هناك، هتروح فين؟ الحمد لله. قد كده مخطوط عليها؟ هي فيها ايه؟ ولا حاجة، بس خفت لا تكون ضاعت. روح العب مع عبد الواحد والنص على ما تنكتفي واجيلك. بس ما تغبيش. طيب. كتفي. طيب وانا هعمل ايه؟ سكاكين بتغزني، يمكن الدهان يريحني. اقول نبعته منصور ينادي خالتك عيشه من دار ابوك تدهن لك كتفك. خالت عيشه راحت تزور سيد ابو العباس. انا بقالي مده تعبانه ومش طايله ادهن كتفي. اعمل معروف يا جابر، كتفي حيموتني، مش قادره اصبر اكتر من كده. تكونش مكسوف مني ولا خايف لحد يشوفنا؟ ده احنا لوحدنا مش قدام الناس. اعزلك اخويا. طب يا كشف نفسي. كل ده من انتظارك على الشط في الفجرية من غير لزوم. وهني لو ما عملتش كده الناس كلها هتعرف عيشتنا جنسها ايه. دلوقت كلهم مولهم ابويا فاهمين ان احنا عايشين متهنيين، مش عارفين ان دي اول مرة من 7 سنين ايدك بتلمسني. جابر. نعم. 7 سنين واحنا عايشينهم في البيت ده. العشرة الطويلة دي ما ربيتش في قلبك حنية وعطف علي. الوجع راح يا فاطمة. طول السنين دي وانت حارم نفسك من كل شيء حتى من غيري. ليه يا جابر؟ في حاجة مخبيها عني؟ أبدا، هخبي عنك ايه؟ الراجل اللي يعمل كده لازم يكون بيحب واحدة، لكن في ظروف بتفرق بينه وبينها. مالك يا جابر؟ انتي ما انتي راضيه بعيشتك معايا ومحدش جابرك عليها. انا راضيه بعيشتي معاك، راضيه بيها قوي. عشان ايه؟ عشان بحبك يا جابر، وعمري ما حبيت غيرك. بحب الحاجه اللي تلمسها، الهدمه اللي تلبسها. ومرسي. أنا كنت عيلة ما فهمش حد، أفرح بالكلام المزوق وصدقه، وأنت كنت بعيد عني، عمرك ما كلمتني كلمة حلوة، ما فهمتش نفسي وعرفت قلبي لما عاشرتك. 7 سنين وأنا بحبك، ومحرومة حتى من عطفك وحنانك. ليه؟ ليه يا جابر؟ منصور عارف إنك أبوه، وعمره ما حد هيعرف سره، وأخوك باعك وباع عهده، حل نفسك أنت كمان من عهده. مش ليه؟
انتي محرمه عليا. محرم عليك؟ ابعدي عني، انا مستريح كده. انا عمري ما حبيتك ولا عمري ححبك. الحمد لله على السلامة يا قبطان. الله يسلمك يا ريس. صحي بدري كده ليه؟ كنت بتصلي الفجر مع جدك؟ جيبك انت من منصور وروح عدل على البيت. خير؟ اصل فاطمة تعبانة شوية. كتفها برضو؟ لا دي مش قادرة تتحرك من السرير. روح انت على البيت وانا حشوف المركب والرجالة. يلا قدامي يا منصور. مالك يا فاطمة؟ حسب ايه؟ وصيتك منصور. انا خلاص هموت يا جابر. ما تقوليش كده يا فاطمة، هو الرئيس ما جابلكيش حكيم؟ ما منوش فايدة، خلينا ارتاح وترتاح مني. انا حياتي انتهت خلاص، بقالي 7 سنين وانا عايشة ميتة لحد ما كرهت حياتي زي انت ما كرهتني. انا ما بكرهكيش يا فاطمه. كتر خيرك، بتكبر بخاطر لاني صعبان عليك، لكن انا عارفه انك ما بتحبنيش، عشان كده مش عايزه الدنيا، الموت احسن لي. ابدا يا فاطمه ابدا، طول عمري انا احبك، كل يوم بيفوت علينا حبي لك بيزيد. لا حبيت قبلك ولا هحب بعدك يا فاطمة. صحيح بتحبني يا جابر، قول لي تاني انك بتحبني. انت مش عيانة، انت غشتيني، ضحكتي عليا وضحكتي على ابوكي. انا غلطت معاك يا جابر، كان لازم اعمل كده علشان تقولي. كل السنين دي ولسه ما عرفتكيش كويس، ما كنتش عارف قد ايه انت غشاشه كدابه مكاره. اشتمني زي ما انت عايز، بس ما تزعلش مني، حقك عليا. كنت عايزك تعترف باي طريقه انك بتحبيني. انا عمري ما حبيتك. ليه تنكر حبك ليا؟ ليه تعذب نفسك وتعذبني؟ انت بتحبيني يا جابر. ابدا ابدا، انا ما بحبكيش. بتحبيني؟ سرقت صورتي وشايلها دايما معاك، جبني البحر جاري لما سمعت اني عيانه. عينيك، صوتك، كلامك، كل حاجه بتقول انك بتحبيني. ابعدي ابعدي عني. اضربني موتني، لكن بتحبيني. ما عدتش تقدر تخبي، ما عدتش تقدر تخبي. ابعدي عني ابعدي عني. هننزل اسكندرية بعد بكرة. بعد بكرة ليه؟ نعقده من جديد، جوازنا كان باطل لأني كنت حامل. بعد بكرة هكون مراتك إن شاء الله. أشيل الورقتين دول ونبقى بعد بكرة. ما تستعجليش، صبرنا كتير، نستنى كمان يومين. يومين كتير يا جابر، ليه ما يكونش النهارده؟ ليه ما يكونش دلوقتي؟ علشان محدش ياخد باله، خليها لبعد بكره. Thank you.
بكره حيجيني بكره ويا قلبي جرحك انساه وفرحك خليني بكره خليني بكره احب بكره وماشي بكره يا فاطمة بدري فين لسه بكرة؟ مش قادرة أصبر لحد بكرة يا سيدي افرض إن إحنا بكرة بقى يعني أصحى لحد بكرة؟ ما هو أحلى بكرة في الدنيا بكرة أحب بكرة وأموت بكرة ما شاء الله عيني عليك وبردك ما تشركونا معاكم في الفرحة يا ولاد فرحة الشفا اللي حصل بين يوم وليلة أصل يابا حلمت حلم اللهم اجعله خير خير حلمت إنني وجابر في جنينة مليانة ورد وفل وياسمين وكل اللي فيها بيطلع لنا ويتبسم خير إن شاء الله أما حتة حلم ولسه ما صحتش منه عم منصور نعم أنا ليه طلب عندك قول مشتهاتك فاطمة بقالها 7 سنين ما شافتش غير الشط والبيت اسمحوا لنا ناخدوا اجازه نودوها اسكندريه ونرجع يبقى كتر خيرك خد الاجازه اللي تقضيك يا اخويا كتر خيرك يا بقى كتر خيرك اجازه يا علي اروح اقول للرجاله مش هنسرح ولا لما ارجع انا حفوتكم بقى يا اخويا لان الشكوى عين حكم ما يحسن الملل لاصحابه تعال اقفل ورايا الباب تعالي ناولني بوسه قبل ناول سعيد يا جدي ايه ده ياما روح شوف مين يا حبيبي بتوزعيني ياما روح امال يا منصور جابر صحيح هنتجوز بكره صحيح يا فاطمه مش قادره اسد اهلا اهلا انت لازم منصور الصغير ايوه وانت مين ما تعرفنيش لا انا مرسي انا عمك تعالى نتعرفوا ببعض تعالى يا منصور روح العب على المرسى مع عبد الواحد والنص مالك بقالك 7 سنين ما شفتنيش انا كنت فاكر انك هتاخدني بالحضن تكونش فكرت اني مت الحمد لله على السلامه يا مرسي انا عارف ان الود ودك لو تنشق الارض وتبلعني كل واحد يحكم بطبعه بذمتك ما انتش مكسوف من اللي عملته كل انسان يعمل عامله ينكسف منها ما سرقتش مني خطيبتي انا سرقت خطيبتك وكمان لك عين تتكلم ما سافرتش مصر وساح دمي بسببك عشان ترجع تستر خطيبتك وتريح ابوك في تربته كنت سكران تاخدني بسكري مش تنتظر لما افوق هو الاخ يبيع اخوه كده بيع فرطه عشان اهون الاسباب انت عارف يا مرسي كويس
اني ما بعتكش الا بعد ما يأست منك. يأست مني ولا لقيتها فرصتك عشان تفوز بفاطمة اللي بتحبها من صغرك؟ ما خلاص انكشفت، اطلع من العباية يا شيخ جابر. انا ما اتجوزتش فاطمة الا في اخر دقيقة، اما الفضيحة كانت خلاص هتبقى بجلاجل. وده يمنع انك كنت بتحبها وانك لقيتها جوازة على المزاج؟ طب والعيش والملح اللي كانها سوا يا مرسي؟ يعني ما لمست فاطمة طول السنين دي، وما كان بيني وبينها اكتر ما بين الاب وبنته والاخت واخوها. واللي فتح لي الباب يبقى مين؟ يبقى ابنك انت. ده اللي كنت عايز اعرفه. والله طميت جميلك يا جابر وحرمتني من ابني واني لسه حي. ما تكترش في كلامك، فاطمة وابنك قدامك اهم تحت شرط انك تصونهم وتحاجي عليهم، وانا هكون رقيب عليك. اذا خليت بيهم مش هرحمك، وساعتها هتعرف دراع مين فينا اللي ياكل التاني. انتوا فاكريني ايه؟ بيعة وشروة في وسطيكوا؟ انا حرة في نفسي وفي حياتي، واخترت خلاص رجلي وبيتي اللي بحبه انت يا جابر، والنهاردة عيش معاه انت يا جابر، والولد ابنك قدامي وقدامك وقدام ربنا وكل الناس. واذا كنتش رايدني اتكلم، ضربوا يا عمار اتكوى فيها انا وابني لحد ما اموت. مفيش لزوم للكلام ده يا فاطمة، انا برضو بني ادم عندي دم واحساس، وما دام انت وجابر بتحبوا بعض ربنا يهنيكم. عن اذنكم بيت بيتك يا مرسي. ما انا عارف يا جابر، وانا ليا من غيرك، ربنا يجعله عامر. ابعد عننا اذاه يا رب. الانسان يا ما بيتغير، بس يكون ربنا هداه. لسه بتعطف عليه؟ جل من الله يخطئ يا فاطمه. قد كده قلبك طيب. ما تنسيش انني كمان فرحان، كفايه علي حبك يا فاطمه. طول ما انت جنبي اني اسعد انسان. ايوه طافيه برضو. الله، امال فين الفيوم؟ الاصناف الحلوه دي ما وردت لناش على شفايف من يوم ما قبلت على مصر. يا بحر الانس يا موج الطهيد. خد انا بلا ميطه، خد الجني ده وصلحت لنا ازازه من ام 8. هوا هي دي المزه يا سمورسي؟ لا ده السفونير. سفونير؟ طب خليه لصاحبته بقى. الله، انا هادي من غيري كلامه. ليه؟ قالوا لك عليا بخط الرمل ولا بشوف الفنجال؟ قالوا لي عليكي بنت حنت وعامل وعيان. صاحبك نزل من القطر على سوق الخير. دول من مصر وحياتك يا بنت البنزهير. اديك لفيت لفتك ورجعت الليمون، عرفت اللي من فات قديم وتاه. عندك حق، عايزين نهيصوا الليلة يا ليمون. والله رأسك وحشني. كفك عن نقوط، خلي الليلة إكرامية، وبكرة هفتح لك حنفية نقوط باللي ريقي. الله، ما تخلي عندك دم مال. هو أنا زرت حد غيرك؟ ده أنا من القطر على بيتك طوالي. وأنت قاعد لك بيت غيره؟ بيت أخويا. ما تفكرش، ما عادش لك مطرح هناك. لكن ليا خزنة هناك، وبكرة تشوفي هبسطك هنغناغك. منين يا حسرة؟ من جابر. شلاه يا سيدي جابر. حلوة دي. طب روح ولع لنا الفحم، خلينا نشرب كرسيين دخان. وتربة ابويا، انت نفسك معانا حاجة تانية خالص. في مرسي. عيون مرسي. حق الكبريت. بما فيه لازمانه طبعا. ها؟ طارت فاطمة من ايديا يا قدورة. الحريم كتير، مش في حلاوتها وتدورة وشها وشفايفها اللي تبك الدم. اللي راح يرجع. هريت بني روح هتفارق بدني حصر عليها. ما هو انت السبب. استاوت وطابت وطلبت الاكال، والاكال طلع اهتم واسنانه خضر. لا وانت نبك ازرق يا معلمي. مش هيهنالي عيش اللي انكلتها منه. طب ما دام الوقت طلع ابنك،
ما هي دي تبقى المغرفة اللي تغرف لك الطبخة. كلمة واحدة منك تلاهي. عاوز نفضحها؟ ده انا كنت اخسرها وعمري ما اوصل لها. وغير كده هسد الحنفية اللي بتبل رقنا. وكمان ليه صالح تاني، عاوزنا اطلع ابني، ابن حرام قدام الخالق. ما تجيش، يبقى ده لازم السبب اللي حشك عن هدي جابر. صبر طيب، هشيل البيعة كلها، فاطمة والمراكب والولد. اهو كده يا معلمي. مال هو ايوب نافع الا بالصبر؟ واحنا ورانا ايه؟ في صحتك. في صحتك يا معلمي. زعلان ليه يا ريس؟ انا هاخد هدومي واروح عند سيدي ومش راجع لكم تاني. ليه، حد زعلك؟ ايوه انت. يا خبر، انا لازم اكون وحش قوي. كل الرئيسين بياخدوا ولادهم البحر وانا لا. هو انا مش ابنك؟ ايوه بس انت لسه صغير. انت لسه دلوقتي عيال لي يا ريس. هو في ريس صغير؟ بندلعوك. اذا كنت ابويا وبتحبني خدني معاه. مش هتدفع على الاجره الاول؟ هنشتغل معاه ببلاش. مبسوط؟ موافق. كفك على كده. كفك. اما اما نعم يا حبيبي. انا حصطاد لك سمكه كبيره خالص خالص قد عبد الواحد. الحاكم راي لازم يجي معانا. وهتاخده معاك؟ معلش من نفسه. البحر عالي النهارده والنوم خواه. ما تخافيش يا راجل، خلاص تجيش انت معانا بتبقى فسحه حلوه. وكحك العيد مين هيعمله؟ اهو بس علشان كده. ما شاء الله بقى لحسن هنتاخره. انا هشتري صفيحه زيت واستنى السمكه الكبيره بتاعتك. نرجعه على الشط نلاقيك بتستنينا. كنت الاول بستنى جوزي لوحده، دلوقتي هستنى جوزي وابني. بتصلي على النبي معاذ. بحر كريم. مش دايما يا جابر. حطيت المصحف ولا الحاجه؟ وصورتك في المحفظه جنب قلبي زي ما كانت من نهار ما سرقتها من عندكم. صباح الخير. صباح الخير. عندي بخت اللي شفتك. هتغيب في البحر ولا ايه؟ هنرجعه على العيد. الله، هو الرئيس منصور طالع معاكم؟ ان شاء الله. عن اذنك. شوف لي قرشين العيد داخل وانت عارف مصاريف العيد. مش احسن تستنى ما نرجعه؟ هات الموجود والباقي لما ترجع بالسلام. مش هاين عليا فوتك واخرج للصيد. الناس بتبص لي يا جابر، اختشي. انا بعمل كده مخصوص قدام الناس، عايز الدنيا كلها تعرف. يلا بقى يلا. مع السلامة يا منصور. مع السلامة يا جابر. الله يسلمك. خد بالك من منصور. منصور في عينيا. جابر خد منصور معاه؟ ايوه. وازاي تدهوله؟ مش خايف عليه؟ اصغر منه بيطلعوا مع ابهاته. مع ابهاته؟ معلش، يستر ربنا النور رايح وباينه. قلبك عليه قوي. الضفر ما يطلعش من اللحمه يا فاطمه، وليا حق اخاف عليه من جابر. جابر احن عليه منك قوي. الشيء اللي ما يهمك وصى عليه جوز امك.
مش هطلعك معايا السرحة الجاية. الشبك حرامي شرعي سجابة. تعال خش هنا. روح هتطلع. الشبك حرامي. سيبوا حبيبين يا رجالة وبعدين شدوا. اللهم اجعله خير يا بنتي. اهم يابا المراكب بنت اهي. عمري ما كرهت رجوع البر الا النوبه. شد حيلك يا ريس، اطلب منه الصبر وخلي شجاعتك فوق احتمالك. جرالك يا فاطمة، هما ما وراهمش أشغال، مش جايز ابنك نايم ودلوقتي صحوا عشان ينزل. منصور مش معاهم. منصور فين يا جابر؟ دايم غير وجه الله يا بنتي، البحر غدار زي ما بيدينا بياخد منا، ربنا يصبرك. Thank you.
يا فاطمة مش كده مش كده يا بنتي، ابنك مش أول واحد خده البحر. أنا أستاهل اللي أمنت عليه. بلاش كلام فارغ، يعني هو مش صعبان عليه، مش ابني زي ما هو ابنك. لا فاطمة، أنا ما بقاليش عدن، كنت معاك يا أبا ما أقدرش أعيش معاك، منصور هيفرق بيني وبينه اليوم القيامة. أنا مش عاوز أسمع الكلام الماسخ ده، إزاي تسيبي بيتك ومطرحك وجوزك في الحالة دي؟ الله، الحزن شفناه كتير لكن مش بالشكل ده، ده لو كل واحدة عملت زيك كان ربنا نزل سخطه على العالم. عجل مراتك يا جابر، عجلي. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. ما تتكلمش، مش هصدق اي كلمة تقول. خلصت من ابن مرسي، اخلص مني كمان. ما تقوليش كده يا فاطمة. خلصت من ابن الحرام، طب هو ذنبه ايه؟ ايه اللي عمله ابني؟ انا اللي جبته من الحرام. منصور كان ابني، ربنا اعلم مقدار حزني عليه. ما تغفلنيش تاني، مرسي حرصني، كان لازم ما امنش اليك. وصدقت مرسي؟ صدقت اللي حصل، صدقت اللي حصل. وجه في بالك ان انا اعمل كده؟ جه في بالك ان انا اقتل ابنك؟ انتي ما بقالكيش قعد معايا، يحرم عليا كلامك والنظر ليكي. روحي يا فاطمة بيت ابوكي، روحي. جيت انت كمان تبص للبحر زيي؟ صعبان عليا، طول ماني في العزا امبارح بدعيلي واقول لنفسي يا ترى فاطمه عامله في روحها ايه. اعمل معروف، سيبني في حالي يا مرسي. لا يا فاطمه، ان كان جابر فرق بينا الحزن هيجمعنا تاني. الايدين اللي طوحت بابننا في البحر ما تناولكيش لقمه ولا شويه ميه، هم القتيل والقاتل ما يجمعهمش بيت سوا. ان كنت فاهم ان موت منصور هيقرب بيني وبينك تبقى بتحلم. موت منصور بعد بيني وبين جابر، لكن مش هيكون في حياتي راجل غيره. ابعد عني يا مرسي، الحزين ما يتكلمش كلامك. معلش، بكره كل شيء يتصلح وتعرفي مين اللي قلبه على صالحك. وان كان جابر راجل، احنا سياد الرجاله، ما تنسيش. جابر في عيني سيد الرجاله. روح لحالك. تخش بيا يا حادق؟ مش بولا يا احمد، ولا ده ولا مش ولا. الاربع ولاد نازلين وانا عددهم. الولد ده انت سرقه من وسط الورق. اختشي يا ولد، خلي عندك دم. انا اللي اختشي يا حرامي الولاد. ما تصول لسانك انت وهو، يا تلعبوها من سكات يا تبطلوها يا حراميه. خلي غيرك يتكلم يا رئيس الكبانيه. بس بلاش غلبه. اليانسون فين يا لمون؟ قطيعه، ما انا اشتايق ريحته. مش كنا غلينا شوية كونياك؟ الواد نايم. صحوه منصور، ولا منصور؟ عايز امي، هاتوا لابويا. باول ما شتح قلبك قلنا بطل الزن ده. خد اشرب. مش عايز اشرب، هاتولي امي. ما هو يا تشرب يا هاتله الفنجان باللي فيه عليك، اخليه يشوي جدتك. خليه يشرب الفنجان كله. مرسي اتاخر ليه؟ متاخر، عايزه فيه؟ سقان وكان قايل لي انه هدفيك الليله. اخي ساعه لما تمسك في عضمك ما تسيبك الا سطيحه. بقى كل اللي خدته ده كله ولسه ما تفتش؟ اللي وصلك قد اللي وصلني مرتين. انت كنت عملت ايه عشان تقبض عليه؟ غفلت الرجاله وخبيتك في الصندوق اللي تحت في البالانس لحد ما جت الفرصه. بلك صاحبك ده لو قعد في الصندوق ساعه واحده اللي دفني فيه يوم بليله كانت امه النهارده بتتلجى فيه العزاء. المهم بلا يعني كنت عرفت تدخل البالانس وتلبك فيه؟ يا راجل ده انا ساعتين واكتر عايم في نوه وموج يهد الجبال، ماسك الولد بايد وبنعوم بالايد التانيه لحد ما قابلنا قدوره بالفلوكه واستلم الولد. ده المعلم. ايه
تمشي اللي على الأشارة دي. زي الولد سخن قوي. وبعدين أربع ساعات في المية والفلوكة في عز البارد والشواية. فكرة من إيه؟ أدينا مدفيين وشربناها ينسوني على الرقم. على الصبح يكون رايق. أم مرسي ربنا يخليك توديني لأبوك، عايز أشوف أمي. طيب طيب خليكي جنبه واديله حبيتين أسبرو. الواد والع سخونة برد. الواد بالشكل ده هيموت مننا. ورايك ايه؟ لازم نجيبه حكيم يكشف عليه. طب ما روحنا بداهيه. ما يموت وكان ابنك. خلاص يا معلم وجود الحكيم هنا في اكبر خطر علينا. بلاش نجيبه حكيم هنا، نلفوه كويس وناخده عربيه ليمون ونوصله لحد المزلقان، ومن المزلقان ناخده تاكسي لحد اسكندريه، نودوه الحكيم يكشف عليه ويشوف له اللازم، ونرجعه زي ما روحنا. والحد شافه معانا؟ وما هيشوفه ايه؟ مخدرات؟ عيل صغير عيان. ما هو لازم نعمله كده زي ما خفش لحد بكره. والله يا ريس ولا كلمه. الواد لازم يعيش. ده برضه فاهم يا ريس فاهم. مين؟ عبد الواحد. يعني الريس جابر ما جاش؟ ما انا عارف انه ما جاش. متاخر خالص. وانا جوعت خالص. الساعة كام دلوقتي؟ كتير. كتير يعني كام؟ اشوف هذا أول. يا متعة مش عارف تقراها؟ الله العرب التاني فين يا له؟ لازم وقع. يبقى دور عليه الصبح. طيب هو الريس جابر مش قال تستنوني على العشاء؟ والعشاء تلج. قوم بقى ندور عليه، انا حصل لي وجواش. يلا. بس انكرش من الوشي اللي مشيناه واللف اللي لفناه. مالك خلاص؟ ايوه ده عطى الله. طيب يا ايه. اوعى ترجع لورا لحسن تدوسني. اني وقفت احط ورايا دبشه. طيب زق يا نص. ما هو؟ اغلي هناك دي يا علي. دي كراريت. مسألش اللي فيها ريس قبل يمكن شافوه. يصح برضه. يلا استنى عندك. اسمت خبوش الوقت. دي المعرفة. هلا سعيد يا سمرسي. سعيد يا اخوي. شفتوش الريس قابر؟ لا ما شفناهوش. ما تشوفوش. طيب مين اللي بكح دي؟ ده ابن قدوره رايحين ودوه للحكيم. سلام عليكم. سلام. عبد الواحد. حد بينادي؟ ايوه. حس مين دي؟ ابن عبدور. فايق ورايق. انت هتتبلى عليا دلوقتي؟ عاوز تفش زعلك فيا يعني؟ اللي فينا مكفينا، كفايه شمت الناس. وهيشمتوا فينا على ايه؟ الرئيس جابر ناوي يسيب الست فاطمه. والرئيس منصور قال ايه؟ هيقول ايه؟ او بيصبروا. طيب. اش؟ بعدين معاك بقى؟ كلمتك انا دلوقتي؟ انت كلمتني انا ولا ايه؟ لا خلاص. قلت لك بلاش الهزار المسخ دي. ها؟ والله ما جيت جنبك، حتى وش في وشك اهو. امال مين بيحدفنا بالطوب؟ انا عارف. يا ابن الجنيه. هو انت يا مقصوف الرقبه يا ابن ابو شنب بيرقص؟ لحقت تخف؟ انت مش كنت عين امبارح بالليل يا ولا؟ ابدا ابدا. ابوك مش كان موديك الحكيم امبارح بالليل؟ امبارح بالليل وغلط في الشيمة. يا ولد انت مش مالي عليا وانت عيان؟ قابل الامر معايا. الله، امال اللي كانوا شايلينه معاهم كان مين؟ مش فاهم. مش فاهم وليه يكذبوا علينا ويقولوا عليه انه ابن قدوره؟ مش فاهم.
فهمت. عرفت كانوا شايلين ابن مين؟ عرفت يا مغفل يا مقطف يا قفا، كانوا شايلين ابن مرسي. ابن مرسي؟ هو مرسي له ابن؟ ابنه من لمون الغزي، ابنه في الحرام. ميس جابر، تعرف حق عبد الواحد اشتغل في المباحث. ايه حظ، هنعمله ايه يا نص؟ احكي له عن شفناه امبارح بالليل. احكي. مش وقته. تهمنا من غير ما تفرح بذكاوتي؟ ده حتى كسر الخاطر حرام. والحكايه كلها كلمتين. قول يا سيدي ايه حكايته؟ احكي له انت يا نص. امبارح بالليل انت عوقت بره، خرجنا احنا ندوره عليك، قابلتنا كارلت وقفناها. بلكش كان فيها مين؟ مين؟ بلاميطه ومرسي ومعاهم عيل صغير شايلينه وملفلفينه. سألناهم مين اللي معاكوا ده؟ قالوا ده ابن عدورة عيان ومودينه للحكيم. واحنا من تغفلنا صدقناهم. نصبح لك الصبح نلاقي الواد ابن عدورة زي القرد عمال يحدفنا بالطوب. امال مين اللي كان معاه؟ اهو ده الاستكشاف اللي انا استكشفته. تفتكر كان مين؟ مين؟ ابن مرسي من لمون الغزية في الحرام ومحدش داري. ابن مرسي؟ مش عرفك؟ ما هو الواد شاف عبد الواحد ونادى عليه. نادى عليه؟ وافرض انه يبقى ابن مرسي من لمون الغزية، يبقى عرفك ازاي عبد الواحد واحنا لا عمرنا شفناه ولا شافناه؟ فاتتنا دي. عرفنا ازاي وخن؟ طب انا هتجنن. الله، انت مش كنت معايا لما نادى عليا؟ ايوه. وسمعت صوته بنفسك؟ ايوه. يبقى صوت مين ده؟ ها عرفته. ده صوت 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 منصور. منصور؟ ايوه. منصور غرق قدامنا يا نص، ايه اللي هيوديه هناك عندهم؟ مطوع على الحيط كده ليه؟ اتخضيتي علينا؟ ايوه. اتأخرنا يومين لحد الواد ما شد حيله. مش هتوديني لابويا بقى يا عم مرسي؟ ابوك؟ ايوه يا مرسي، ابوه اللي رباه. جابر؟ ابويا عندك ده. هو واحد اتحرك. الشيطان الرجيم ما يعملش اللي عملته، لكن المره دي مش هسامحك يا مرسي. هعرفك دراع مين فينا اللي ياكل التاني. طب شد حيلك، طول عمري وانا مستني اليوم ده. ابويا. أخوك يا جابر، نسيت عهدك لأبوك، عهدك لأبوك اللي ربك. دلوقتي بتتكلم على العهد. أبوك
فاطمة! أمّا! فاطمة! أمّا! منصور! 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 ابني! حبيبي! ابني! مرسي اللي كان واخده مخبيه يا فاطمة. مرسي؟ جابر! فاطمة! ما تسيبني شوية يابا!